السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هننفذ مع بعض غرزة خلية النحل الصغيرة. والغرزة عندي ده بيكون الوجه الأمامي للغرزة. بالنسبة لعينة الغرزة عندي بتتكون من مضاعفات العدد 4 زائد 1، يعني أنا أما أحب أكرر عدد الغرز هكرر 4، يبقى أكرر مضاعفات العدد 4، لكن 1 ده مش بكرره. عندي عدد السطور 12 سطر. السطور الفردية بتبقى خلف الشغل، بتكون عندي كلها بالغرزة المقلوب، وده طبعا بيكون خلف الشغل، بيكون ده شكله زي ما احنا قلنا ان بيكون شغله بالغرزة المقلوب. يبقى كل السطور عندي الفردية كلها مقلوب. وهنشوف مع بعض الغرزة بتنفذ ازاي ونبدأ في تنفيذها. بسم الله. هنبدأ نشتغل مع بعض. السطر الأول في سطور عينة الغرزة، والسطر الأول دوت من السطور الخلفية اللي احنا قلنا ان احنا هنشتغلها بالغرزة المقلوب. يبقى احنا بنشتغل أول غرزتين غرزتين حافة، ومن أول هنا هنبدأ في غرز العينة كله هنشتغله مقلوب. يبقى كل غرز العينة عندي من الأول للآخر هنشتغلها مقلوب. احنا بنبدأ السطر بغرز حافة وبننهي بغرز حافة، لكن غرز العينة في السطر الأول بتكون مقلوب. يبقى احنا بنشتغل السطر الأول في سطور العينة بالغرزة المقلوب. وطبعا احنا قلنا مضاعفات العدد 4 زائد 1، وده بيكون شكل السطر الأول اشتغلناه بالغرزة المقلوب وده شكله. هنبدأ مع بعض نشتغل السطر الثاني. طبعا أول غرزتين غرزتين حافة، هناخد 1 عدد من اللفة الخلفية وتاني غرزة عدد من اللفة الأمامية، وهنبدأ من أول هنا في غرز العينة. هنشتغل أول غرزة عدل ودي مش هكررها تاني، هبدأ أكرر من أول هنا. هنجيب الخيط أمام الشغل وننقل 3 غرز على الإبرة اليمين من غير ما نشتغلهم، وبعد كده نرجع الخيط تاني خلف الشغل وهشتغل غرزة عدد. وال4 غرز دول هم اللي هيتكرروا عندي حتى آخر غرزة في السطر. يبقى ده شغل السطر الأول. تاني جبنا الخيط أمام الشغل، هننقل 3 غرز على الإبرة اليمين من غير ما نشتغلهم، وبعد كده نرجع الخيط تاني خلف الشغل ونشتغل غرزة عدل. يبقى هو ده اللي بيتكرر عندي حتى آخر غرزة في السطر، ده شغل السطر التاني. يبقى نقول تاني، احنا بنجيب الخيط امام الشغل وننقل 3 غرز على الابرة اليمين من غير ما نشتغلهم، وبعد كده نرجع الخيط تاني خلف الشغل ونشتغل غرزة عدل. يبقى اللي بيتكرر عندي هما ال4، لكن الغرزة العدل اللي انا اشتغلتها في اول سطر دي مش بكررها. يبقى ده شغل السطر الاول في سطور عينة الغرزة، بيكون ده شكل السطر زي ما احنا شايفين قدامنا. هنشتغل مع بعض السطر الرابع. احنا اشتغلنا السطر التالت اشتغلناه مقلوب لان هي من السطور الخلفية، احنا قلنا السطور الخلفية كلها مقلوب. هنيجي لشغل السطر الرابع، بنبدأ بغرز حافة زي ما انتم شايفين، وشغل السطر الرابع زي شغل السطر التاني، هنبدأ في غرز العينة بغرزة عدل ومش هنكررها. هنبدأ نكرر من اول ال4 غرز دول، هننقل 3 غرز على الإبرة اليمين والخيط أمام الشغل، وبعد كده نرجع الخيط تاني خلف الشغل ونشتغل غرزة عدل. يبقى هو ده شغلي حتى آخر غرزة في السطر، وزي ما قلنا إن شغل السطر الرابع زي شغل السطر التاني. يبقى احنا بننقل 3 غرز على الإبرة اليمين والخيط أمام الشغل ونرجعه تاني خلف الشغل ونشتغل غرزة عدل. تاني بنجيب الخيط أمام الشغل وننقل 3 غرز على الإبرة اليمين من غير ما نشتغلهم، وبعد كده بنرجع الخيط مرة تانية خلف الشغل ونشتغل غرزة عدل. يبقى ايه اللي بيتكرر عندي في السطر؟ ال4 غرز دول هما دول اللي بيتكرروا عندي في شغل السطر الرابع، وقلنا ان السطر الرابع نفس شغل السطر التاني بالظبط، وده بيكون شكله زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو. هنبدأ مع بعض السطر السادس، وطبعا قلنا السطر الخامس برضو من السطور الفردية نشتغله مقلوب. السطر السادس احنا بدأنا بغرزتين حافة، ومن بعد الغرزتين هنبدأ في العينات الغرزة. هنشتغل
اتنين عدل ودول مش هنكررهم، يبقى هشتغل اول غرزتين عدل ودول مش بيتكرروا. احنا هنبدأ من اول هنا نكرر الشغل حتى اخر غرزتين في السطر. يبقى تاني احنا هنبدأ نكرر من هنا، هندخل الإبرة تحت الخيطين دول وناخد واحد عدل، يبقى زي ما انتم شايفين معايا بالظبط. وبعدين ارجع اخرج من نفس المكان اللي دخلت منه وانزل الغرزة من على الإبرة، وبعد كده هشتغل 3 غرز عدل. يبقى هو ده اللي بيتكرر عندي حتى اخر غرزتين في السطر. يبقى تاني هنعمل اللي احنا هنكرره، هندخل الابرة تحت الخيطين دول وندخلها في الغرزة الاولانية وناخد واحد عدل، وبعد كده نرجع تاني نخرج من نفس المكان اللي احنا دخلنا منه وننزل الابرة الغرزة من على الابرة، وبعد كده اخد 3 غرز عدل. يبقى هو ده اللي بيتكرر عندي حتى اخر غرزتين في السطر. يبقى شغل السطر السادس بنفس النظام اللي احنا شايفينه معانا، بندخل الابرة تحت الخيطين وندخلها في اول غرزة وناخدها واحد عدل، وبعد كده نرجع تاني من نفس المكان نخرج الابرة وبعد كده نوقع الغرزة من على الابرة، وهشتغل 3 غرز عدل. يبقى هو ده شغل السطر السادس في سطور عينة الغرزة بنفس النظام اللي احنا شايفينه مع بعض في الفيديو. تاني هندخل الإبرة تحت الخيطين وندخلها في أول غرزة وناخد واحد عدل ونخرج الإبرة من نفس المكان اللي احنا دخلنا منه، وبعد كده نوقع الغرزة من على الإبرة ونشتغل 3 غرز عدل. يبقى هو ده شغل السطر السادس في سطور عينة الغرزة، بنخلص لغاية ما نقف عند آخر غرزتين في السطر، وده بيكون شكل السطر. احنا كده وصلنا مع بعض لاخر غرزتين في السطر هنشتغلهم عدل. يبقى احنا بنشتغل السطر الرابع بنفس النظام اللي احنا شفناه لغايه اخر غرزتين هناخدهم عدل، وبعد كده غرز الحافه بننقلها طبعا على الابره اليمين من غير ما نشتغلها، وده بيكون شغل السطر السادس وده شكله بعد ما انتهى. هنبدا في شغل السطر الثامن، هنشتغل غرز الحافه اول غرزتين، وبعد كده هنبدأ من أول الغرزة ديت هنشتغل غرز العينة. هنبدأ ب3 غرز عدل ودول مش هنكررهم تاني. يبقى احنا بنبدأ السطر ب3 غرز عدل ومش بيتكرروا، احنا هنبدأ نكرر من أول الغرزة دي. هنجيب الخيط أمام الشغل وننقل 3 غرز على الإبرة اليمين من غير ما نشتغلهم، ونرجع تاني الخيط خلف الشغل ونشتغل غرزة عدل. يبقى هو ال4 غرز دول اللي احنا بنكررهم لغاية ما نوصل لآخر غرزتين في السطر بنشتغلهم عدل. يبقى تاني بننقل 3 غرز على الإبرة اليمين ونرجع الخيط خلف الشغل ونشتغل غرزة عدل، ده بيكون شغل السطر الثامن حتى آخر غرزتين في السطر، وطبعا بنشتغل آخر غرزتين بيكونوا عندي عدل. أنا هنا وصلت لآخر السطر، طبعا احنا هننقل 3 غرز ونرجع الخيط امام الشغل، نرجع الخيط خلف الشغل انا اسفه، وبعد كده هنشتغل غرزة عدل وهنشتغل اخر غرزتين في السطر زي ما احنا شايفين معانا هنشغلهم عدل. وطبعا غرز الحافه بننقلها على الابره اليمين من غير ما نشتغلها، ده بيكون شغل السطر الثامن بنفس النظام اللي احنا شفناه مع بعض في الفيديو، وده بيكون الشكل النهائي للسطر الثامن بعد ما انتهى شغل. هنبدأ مع بعض السطر العاشر، وشغل السطر العاشر بالضبط زي شغل السطر الثامن. هنبدأ بغرزتين حافة
ومن بعد الغرزتين دول هنبدأ في شغل غرز العينة. هنشتغل أول 3 غرز عدل ومش هنكررهم، هنبدأ نكرر من بعد ال3 غرز دول. هنبدأ نكرر ال4 غرز اللي جايين، هنجيب الخيط أمام الشغل وننقل 3 غرز على الإبرة اليمين من غير ما نشتغلهم، وبعد كده نرجع الخيط خلف الشغل ونشتغل غرزة عدل. يبقى ال4 غرز اللي احنا شايفينهم مع بعض هم دول اللي هيتكرروا حتى آخر غرزتين في السطر، الغرزتين اللي في الآخر هنشتغلهم عدل، وبعد كده طبعا غرز الحافة بننقلها على الإبرة اليمين من غير ما نشتغل. يبقى هو ده شغل السطر العاشر، يكون شغله زي السطر الثامن بالظبط. يبقى زي ما احنا شفنا مع بعض شغل السطر العاشر بيكون شغله زي السطر الثامن. وصلنا مع بعض للسطر ال12، وده آخر سطر من سطور عينة الغرزة. هنبدأ بغرز حافة، ومن بعد الغرزتين الحافة هنبدأ نشتغل في غرز العينة. هنشتغل أول 4 غرز عدل ودول مش هنكررهم، يعني هنشتغلهم مرة واحدة بس، وبعد كده هنكرر من بعديهم، هنكرر ال4 غرز اللي بعديهم. هنيجي ندخل الإبرة بعد ما نشتغل 4 غرز، هنيجي ندخل الإبرة في الخيطين دول برضو، ندخلها تحتيهم، وبعد كده ندخلها في أول غرزة من على الإبرة الشمال وناخد 1 عدل. وبعد كده نخرج الإبرة من نفس المكان اللي احنا دخلنا فيه ونوقع الغرزة من على الإبرة، وبعد كده هنشتغل 3 غرز عدل. يبقى هما دول من ال4 غرز اللي انا بكررهم حتى آخر غرزة في السطر، وآخر غرزة في السطر بشتغلها عدل. يبقى تاني ندخل الإبرة تحت الخيطين دول وندخلها في أول غرزة في الإبرة الشمال، وبعد كده ناخد غرزة عدل ونخرج تاني، ناخدها غرزة عدل تاني، هندخل الإبرة تاني زي ما انتم شايفين معايا، هندخل الإبرة تاني وهندخلها في الغرزة الأولانية اللي على الإبرة الشمال وناخدها 1 عدل، وبعد كده نخرج الإبرة من نفس المكان اللي احنا دخلنا فيه ونوقع الغرزة من على الإبرة، وبعد كده نشتغل 3 غرز عدل. يبقى ال4 غرز اللي احنا بنعملهم هم دول اللي هيتكرروا حتى آخر غرزة في السطر ونشتغلها عدل. تاني بندخل الإبرة تحت الخيطين دول وندخلها في أول غرزة من على الإبرة الشمال، وبعد كده نخرج الإبرة من نفس المكان اللي احنا دخلنا فيه ونوقع الغرزة من على الإبرة، وبعد كده بناخد 3 غرز عدل. أنا بعيد تاني علشان تعرفوا بالظبط المكان اللي أنا بدخل فيه الإبرة والمكان اللي أنا بخرجها تاني منه، لكن الغرزة تنفيذها سهل ما فيهاش أي حاجة، هي بس هو التنفيذ الغرزة في السطر ده أو في المكان ده بالذات يعني، فلازم نكون عارفين احنا بندخل الإبرة فين علشان يطلع عندي طبعا الشكل بالظبط زي الخلية النحل. يبقى هو ده شغل السطر ال12 اللي هو آخر سطر في سطور عينة الغرزة، وطبعا أنا هكرر من السطر الأول حتى السطر ال12، وزي ما احنا قلنا مع بعض إن السطور الفردية كلها بنشتغلها بالغرزة المقلوب، يعني الشغل بس في السطور الأمامية. يبقى احنا بنكمل مع بعض السطر ال12 وبنعمل بالظبط نفس اللي احنا شايفينه مع بعض في الفيديو، بنكرره تاني عشان يثبت بس، وهنشتغل 3 غرز عدل. هنشتغل 3 غرز عدل، وبعد كده هيتبقى عندي اخر غرزة في السطر ال12 دي هشتغلها عدل.
يبقى انا كده وصلت لاخر غرزة في السطر ال 12، دي هاخدها عدل بعد ما كرر النموذج اكتر من مرة. واخر غرزتين، طبعا غرزتين حافة، دول بنقلهم على الابرة اليمين من غير ما اشتغلهم، وده بيكون شكل السطر ال 12. وطبعا كده يكون الغرزة عندي انتهت من شغلها وخلصنا عدد السطور. ولما نكرر طبعا بنبدأ نكرر من السطر الاول حتى السطر ال 12، وبانتهاء السطر ال 12 كده يكون الشكل النهائي للغرزة بيكون ده شكله. بعد ما خلصنا طبعا شغل ال 12 سطر، اشتغلنا السطور الفردية زي ما احنا قلنا في اول الفيديو، اشتغلناها بالغرزة المقلوب، الشغل كله كان في السطور الامامية. اشتغلنا على مضاعفات العدد 4 زائد 1، طبعا اللي احنا بنكرره العدد 4. عندي عدد السطور 12 سطر وبكرره من السطر الاول حتى السطر ال 12. اتمنى ان تنال اعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.